أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، أسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم فتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم قول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا ألغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبله من قرية أهلقناها فهم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حكب اللابنا يا آيات بقول إيا الصدن إيا اللبات وصورة ضحكة مذا إلهي سبحانه وتعالى وعنه وقصه ورمي آيات عشر كان أبو قدن بيجي إلهي وحوده سوى رسول كيس كل خضابة مراد كنا غير كيس ويهي إن بها أتاقن وحان أغرى حيني سنف أمارت يا كميدة ضدك أمس كفارت كاسو أهو حوية الدنيا أبا هذا يزين ديد ووحفا إذا أن لهين وحان أغرى حيني إلهي إنان كجر ابنه أيان أغرى حيني ويمركاس كف النوبان خبقا رس كيس أو جندة أيا خير خير بدن وحوية إلهي سبحانه وتعالى وحاوك سينايو والدنيا كو سينايو ايا خير بدن وابقى كاس ايا باق اهن شبدن اما ورس ربك ربك رسيسا خير خير بدن كاسو جنده وحيابها ددكان الدنيا لو سيي رسق جنده ايا خير بدن كاس ايانا كباق اهن شبدن مخايل الدنيا وحا وح مارتيا زائل هو دمانايو بابا اي وي لكن جنده وح دماها اي ماهن marka ayadaasa waxaa loo baahan yahay ayada in lagu dadaalo waxaan ka dhamaanin ayaa wax lagu dadaala meeshi lagu dadaalay wax ka dhamaan أن سيجرين. أدنى إلهي وحده سبحانه وتعالى وأمر فروده إلهي سبحانه وتعالى أهلك أهلك بالصلاة صلاة فر واصطبر عليها صلاة نك الصبر. لا نسألك كسؤال مينو رزقا رزق كسؤال مينو نحن أنك أيا نرزقك كأرزقين والعاقبة عربت الضمب وعاقبة المحمودة ذاني للتقوى لأهل التقوى تقوى أهل كيدي أصغناتي إلهي سبحانه وتعالى مركي الدنيا ذا إنان إندهين أتاقنو الله سبحانه وتعالى ونقى صور يبي ضدك مركاسي كفارتها وحل سيي يا ضدك دغادة إنان إندهين أتاقنا مركينا لكر يبي إلهي سبحانه وتعالى ونوش يبي رزق جنده او الهي سبحانه وتعالى اكتيسا ان وقفك مؤمن كا خير بدن يحي اسغنا او باقي اهان ش بدن يحي وها ماركاسنا لا كربو ايا الهي نو شيغيا marka u hore sorta ayadan waxa lagu la khidaabay wa nabiga alayhi salatu wasalam laakin waxa weeye waa caam hadii nabiga khidaabku u yahay ahla kadan waxay noqonaysa ahlil ummataka ummadaaday noqonaysa oo ilahi rasuulkiisa waa u dhaaya wa amur far ahlaka ahlkaaga oo ummadaada بالصلاة الصلاة دفر هذا واحد ذاتك لفرا يا صلاة كريه مهانه صلاة دوحة وهي اهتمام قارع يا الله سينا يا مهمة قارع يا إسكال هذا هاي والصلاة إلهي يا دون كيس إسكحيري سي وأركان الإسلام وحمر والبصون نقول يوم مالين والبصاع ذو أدمارك مسؤول كن نقول يسوع ولو تنكي أفا ساع شنجر أيا لقيت دونه صلاة واجب يكوت هاي صلاة دمرك وحوي وح وين شأن جيدا يا وين هذا نس صلاة وح اللجوه له أو إلهي سبحانه وتعالى لوغونا دوادو اللهنا واخ لوغه هلو waa way miftaahu rizqi ba ayda oo marka qofku salaadiisa uu dukado ilaahay baryo alla subhanahu wa ta'ala rizqiisa miftaahi wa noqonaysa marka hada ahla kadan waa way umadada loola jeeda markii nabiga cali sallallahu alayhi wasallam lagu la khidaabaliida hadaan la dhihin nabiga cali sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu la khidaabaya kaliya oo markaasi caam laga dhigane qof walba waxa laga doonaya ahlkiisa salaada inuu fara ayaa laga doonaya wa amur farow dha ilaahay subhanahu wa ta'ala ahlaka ahlkaaga bis صلاة دفر واصطبر عليها صلاة دنا وحوية كصبر
maxay la salaad sabar ay u baahanta istaaynu bi sabri was salaati wa tan soo mar jirnay oo sabar kaalmaysta ka badina ilaahi salaada kaalmayso u dhahay oo salaada qof aan sabrin oo naftiisa aan ka adkaanin salaad ma duka karaayo markaas u dhahay ilaahi wasdabir ku sabar aliha salaada korkeeda ku sabar waxa kale lagu fasira wasdabir aliha salaada ku xambaar oo dadka waxa way wasdabir ku xabis aliha salaada oo dadka waxa way ahlkaaga salaad aad fariisid salaada waxa way maartay ku xabiso waxa way salaada ku xambaar marka aad asaas yeesho oo amarkii ilaahi aad qaadato ahlkaaga salaada aad fartid salaada aad ku xabistid ama aad ku sabarto ilaahi wuxuu ku leeyahay la nasaluka ka su'aali mayna anagu risqan risqi ka su'aali mayno risqi lagu ugu kalife maayo naftada inaad risqi aad u keento ama saad qeyrkaaga risqi u keento lagu ugu kalife maayo taas ilaahi subhanahu wa ta'ala ayay saarantahay laakiin waxa la rabaa adoonka asaga waxa uu adoon ku yahay oo ilaahi subhanahu wa ta'ala uu faraay inuu fartoomo waxa alla uu ka reebay inuu ka haro ilaahi subhanahu wa ta'ala araa risqiga asaga kafaala qaaday marka allana tiisa loo daayo laakiin hadaan anaga ilaahi ku caasinayno oo markii ilaahi aanu ka tagnay oo waxa weeye nahyigi aanu ka tagnay oo waxa ilaahi naga reebay aanan ka hareynin hada waxa weeye balanki bal wax ilaahi noo balan qaaday helimayno markaas maxay la xariirki ilaahi ayaan ba jarnay markaas ilaahi marka wuxuu dhahay naxnu anaga ayaa narsuqa ku arsuqayna oo waxa weeye naxnu mutakallifuna birisika risigaaga anaga ayaa maaratay anaga ayaa raadinayna ee marka aduu waxaad u faaruq noqotaa weeye wixii lagu kalifay wala tashtagil bima takallafna laka bihi waxaan anagu maaratay aan ku raadinay na waxa weeye maaratay ah ku mashquulnaa ilaahay leey taasay ka dhigantay waxa ila hadiis waxa la wariyay inay sidaas tahay rasuulkeena cali sallallahu alayhi wasallam waxa uu ahaayaa leeyay ida asqaaba أهل بيتي لايقون أهل بيتك سادي عريري أو أصيبه عريري با دعايا نولايت أمرهم بالصلاة صلاة وفراية غير كما سلام بو حاوية نلوشو ذي عريري نفقدو ذي حماتي وهو رسولك عليه الصلاة والسلام نكينا دمانتي إلهي يدكنينا وتلا هذه الآية آية أيون أخرج ري مركا حتى صلاة دمها مدى فرلك كليه قفك مؤمن كامركا وعرير تومه وعلى ربا asagu naftiisa ilaahay inuu u dhawaado oo salaad oo salaatul haaja dukado ilaahay uu baryo xataa waxa la rabaa isagoo nabiga ku dayanaya ahlkiisa wixii ba maartay salaad dukada inuu na keenay yiraahdo oo ilaahay wada qaabilaan ilaahayna ay baryaan risiga saasa lagu furaya laakiin hadii qofkii xariirki ilaahay ba uu gooyay xagee markaas wax keelaya ki hadda ilaahay xariirkiisa gooyo adduunyo la siiyane kaas waxa way istiraaj ayaa la yiraa waa la sabaan sabaya sanasad rijuhum min haythu la ya'lamun qolada ilaahay yiri weeyey wa umli lahum inna kaydima waxay sugayaan dadkaasu in la sabaan sabo ayaa hadhow la cadaabaya ee dunyadaas wax miday wax ku talaysa ma markaasuu dhahay ilaahay wal caaqibatu ciribta dambo caaqibatu maxmuudadaani li taqwa li ahli taqwa dadka taqwada ahalka u ah ay u sunaatay ciribta wanaagsan oo qiyaamo janna ilaahay la helo al caaqibatu maxmuuda way li ahli taqwa way ciribta maxmuudada أهل التقوى ذي أصونات أو قفك هذا عاوي أهل التقوى حان غنية قفك صلاة أصفرة أهل كي صفرة مارة يا سداس أدى ذالة أي أهل التقوى اللي يرى هذا أهل التقوى مركي نغضان عاقبة المحمودة أي أهل الآية وقالوا وحي إلى هذين أول إله مشركين لو لا يأتينا مونو لي ماذا محمد بآية آية من ربه حق ربه يسمونه لي ماذا نمانك مشرك العرب أو رسولك عليه الصلاة والسلام كسوهر جيد جرين وعي به جرين آية ما نلو كانوا أو مركة اسم معجساء أو أنو كرمينو توك الصول لكينا نمو رميها أيام أو اسكتها أيام وأتي إلى هذين لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأهل ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وتنسو مرجرنا بركة الله وحوده وقالوا وحي إلى هذين أو إلهي نمانك مشركين تهي أيها النبي قد درى عليه الصلاة والسلام لو لا يأتينا هل لا يأتينا مون لي ما بآية آية من ربه حق ربه يسمونه غلي ماذا آيات ما نوكينه أو مدان أنه ربنا أنه نلوكينا أن لينا مما يقترحون هو إلهي مركز حوله أولم تأتهم مييسان إيمان بينة ما شيء بيان كيسة في الصحف كتبت هذا الأولى أخرى أولم يأتي ابن ولا أخرية إيه أولم تأتهم لوضع ولا أخرية أولم تأتهم مييسان إيمان أم أولم يأتي مييسان إيمان بينة ما شيء بيان كيسة في الصحف صحفتي هذه كتبتي الأولى أهرة أو مركز هذا وحوي صحفتي هرة وحي كي لودن قرآن كان أكل من أي صحفتي هرة وحي كي لنا قرآن كان أي أي مادين وحوي من أنباء الأمم المالية توي أمدي هرة تجي أخبار تودي هي وإهلاكهم بتجديب الرسول هلاك إلا هلاك الرسول شمركي بيني تاسم يسنو إيمان ما يتاسكو عبرقاتان على اللي أولم يأتيهم يوصنو إيمانو إلهي
بينة ما شيء بيان كيسة في الصحف صحفت هذا كتبت الأولى أهرى ولو قروا إلهي أن أنه أهلقناهم أنه هلاقي لهين بعذاب عذاب أنه كهلاقي لهين من قبله رسولك عليه الصلاة والسلام هرتيسة لقالوا وحي له لهين ما لنت قيامه ربنا يا ربنا ربك إنو لولا أرسلت هلا أرسلت درتينا إلينا أنك رسولا رسول موصول درتينا فنتبع أن رعنا آياتك آيات كاغة من قبل أن نذل إنت أندلو من كهر وهو نخزى أنهو مرك هذا عذر كودي ولا جوجو هذا وح عذر دار ما هيستان هنا مركزي عذر دار أي شيء قال هايين قيام مرك الله تجو أي إلهي نو شيء لكن هذا ما أنت وح يكون عذران أي سنجرين مركزود إلهي ولو قر أن أنجو أهلقناهم أهلاق لهين بعذاب عذاب أن كوه لاق لهين من قبله رسول كورتيس أنت أنبغى الله صادر إنكار هدي أيقو فترة كوجر الهلاق لهاي لقالوا وح ليه لهاين ما أنت قيامه مرك الله قبصه ربنا يا ربنا رب جينو لولا أرسلت هلا أرسلت درتنا عدنا وجسود دري ويس إلينا أنجر رسول رسول فنتبع عن رعنا مركز آياتك آيات كاج أو لصوت دري أو رسول كاز الله لصوت دري من قبل أن نذل أنت أنا دلوبين هرتويدا أو نقيامك دلوبين أو نخزى أنا نهوجن أو نجهنمك هوج قل وحاوت راود إلهي كل كل أرك أو أنجر إيه إذنك كمدة متربص ومت كرناية هذا وحوي إلهي رسول كيس وحولية لمن كسيد أنا وحد كتير هذا مت كسو أنجر نجمدة وحبو سجية أو أرنت وحي النقض أنت مستقبل كأيو كرناية أرنت وحي قدام بيس sida hadda idinka ku sugan tiin anaguna aanu ku suganahay qof walba wixii ciribteedu ay tahay arintaas ayay sugeysa ee waa ta yiraadeen tarabasu bihi raybal manuun ayagu dhahan waxaanu la sugeynaa musibada wareegta maxamed iyo asxaabtiis hadda ayaga waxa la sugayaa halaag ayaa la sugayaa iyo in markaas waxa uu ilaahay qiyaamo ku cadaabo marka waxa u dhahdaa hawdha ilaahay kullun kull arka minna wa minkum mid kaso anaga naga mid idinkan idin kamida mutarabisu waa mid korinaay wala haw dhawraya muntadirun ma yaulu ilayhi al-amru wuxuu sugayaa arinta meesha u dambay doonta fatarabasu korta iska suga adinku iska sugo iska jooga waxa dhacwa arki doontiin tahdiid waay fasata'lamuna wa ugaad doontiin qiyaama markii la gaaro man ashaabu siradi dariiq ashaabtiisu midka uu yahay asawiyo oo simano mustaqimka iyo wamanita da ruuha hanuunay oo baayda kaanuunay anahnu an amtum inay anaga tahay iyo inay idinka tahay idinka kale ugaad doontiin maalintaas wax kala cadaa doonaan fatarabasu kurtu dhay u dhaw dhay ilaahay subhaanahu wa ta'ala فستعلمون وأجاد دونتين قيام مرك لجارو من أصحاب الصراط طريق أصحابتي سمتك أويهاي السوية أصمن أو توسن يو من اهتدى روح هنوني أذن كا كلا برد دونتين هذا نوع حوية النجا آيات بعدين وترنيسين أذن كا إذن كبادي سنتين ساسوية مرك قفك مرك سوى حوية بعدي سمرك سالك الأجاد دونا من أصحاب الصراط سوية ومن اهتدى أتوعى لي مرك علماء قالوا هذا من أصحاب الصراط سوية قف ولي جسبا بعديو من أصلا سيد النبي عليه الصلاة والسلام يضدك أيقو عرورة إسلامي ومن اهتدان وحاوي لذين وفكي وحاوي وكفر أو أرقي كبعدنا إسلامي ألوفة سرعان علماء لهين بسم الله الرحمن الرحيم هل كان سبحانه قلنا ماذا مركز سورة دي لباتنات أو هذا سورة ده هل كان وحينك قلنا سورة الأنبياء أنبياء دي سورة دي لغو مقعابي مكية المكي كسود ديكتي وآياتها آيات هادونة 11 آية طبان يكو آيات ودوي سورة هذا ما شأن إنه كجيلينه وحليله هذا سورة الأنبياء يا ليله وعلى قوم عابي سورة الأنبياء قصص أيال وشيء دونا قيب أنبياء كم إذا أيال وشيء دونا قاعدة ذي مركب وحيك متها هذه من باب تسمية الكل باسم بعده على عادة الله تعالى في كتابه شيء كل يا بعده كم إذا قوم عابي عادة إله كتاب كيس خذ ولا ستأيك متها ترد أنا وامك وحي سودك تي قبل الهجرة هجرة أنت النبي عليه الصلاة والسلام سوء آذن ساسان اللي سوء فقصية مركب هذا suurada tan marka sidaas weeye waxayna noqonaysaa suurada 21aad oo halkaan aynu ka bilaabayno ayay maartay suuradaan ay noqonaysaa marka hadda suurada tan marka intaanan gelin oo ta suuradu mar haday ay tahay suurad makiyeen sida hadda wax badan soo maroon hadda waxba saas ugu celcelinayn waxay ka hadlaysaa usulul aqida ayada ka waramaya ilaahay qudradiisa iyo wahdaniyadiisa anubu waa risaala baxsiga iyo qiyaamada iyo xawaalihiida ay ka waramaysaa marka hadda waa markaasii la sheegay nimankii kufaar quraysh ahay oo nabiga ka soo horjeeday markii rasuulkeena Cali sallallahu alayhi wasallam ka uu joogay ilaan suuradan hadda waxay soo degtay inta nabu Cali sallallahu alayhi wasallam ka uusan ka tagin uusan Madiina tagin waxay yiraahdeen ninka la yiraahdo Muhammad waa nahandadaya waa noo goodinaya bacsi qiyaamayn la soo bixinaa la is abaal marnaa nugu oo maartay ayuu nugu handadaya arintana shay baciida waa dhayn wax suurtagal ma wax suurtagal ma ala shahaada aqiidada kufaartu waa sidaasoo
هذا قالها تنقر كيسه أو إسكت هم نيسه أو وح كست إياه كوا قالها لمدة هو وحبا أن دامينه منافقين تا إلى هذا منافق سيدي سواء دمان تما جنبه منافق وحي مركز أو كوه ناجر أو قريج جري مان تبنا إنك ولا يعني كوا قالها الله ثم هاي أو الله جرا أو كمبدأ وحوي منافقين وي وحاس وحصور تقال ما هني رهدين سوته وحي اعتقاسيهن إن الدنيا ذا أنت إيجوجان كلي نلاش وبينا أنت هسه قالها تهذا أركيسه قسقس ليسو راحيسي سو تمريسو ميل والبا تاغن waxa weeye inta markaasi waxa waaye adduunyadan kaliya ay rumaysan yihiin adduunyadan bisle ay rumaysan yihiin oo waxa isla hadaa dhimatiin sida xayawaankan dameeraha iyo eeyaha iyo mukulaalada meelaha loo iska saasa saasad gudka u baabaysay marka inta hadda nooshiin ka faa'iideysay isla yihiin aqeedada ay qaba caalamkan dhan hadda aqeedada ka jirta taas waa ila dadka oo adalateen xayawaan iska noqdeen ilaahay markuu wuxuu soo dejiyay iqtaraba lin nas hisabuhum xisaabka marka hadda wuxuu ku dhawaadane waxa dadka xisaabkood u dhaw yahay markasta waxa weeye waxa la yiraahdaa markaasi wal xisaabu annahu atin la mahalata wa kullu atin qareeb xisaabku waa iimaanaya shakina kuma jiro in la is xisaabi doono kullu atin qareeban wax ka soo iimaanay waa dhaw yahay ama waxa la leeyahay dhawaanshadiisu waxa weeye zaminka wixii ka tagay markii la fiirsho ayu aadi aad u dhaw yahay maxay yele wixii adduunyada ka tagay iyo waxa baaqi ah waxa baaqi ah aadi aad u yar hada waqtiga nabigeena ali sallallahu alayhi wasallam ayaa adduunyada وحا كهر سبي يرايين معايا للنبي عليه الصلاة والسلام نبي آخر الزمان وهاي زمنك كي أقدم بي نبي لسوي بحش هذا نميقان مروهينا طبعا إيا دور قرن أيان مروهينا آل جوغا هذا مركا حقي سوى مريسا ساعدي سوى مريرا مركا وقتك استحت الدنيا وقت إلا قبل الله إلا مارت يا قيامة إيكا قن تحتا الدنيا وحالة ديه كرا كل آيات قريب ويئيدنا الله مركا سحور دهي بسم الله الرحمن الرحيم اقترب وحا دوادي للناس ددك أدوادي قارهان كوا بعثي انكراية حسابهم حساب قوضول إلهي اقترب وحا دوادو الالهي للناس ددك ادوادي حسابهم حساب كودي ايا ادوادي قيام الحساب اي وفق السبب وحوي حساب كيس مالنت قيام الحساب اي ادي اد ايو دوه جيسك ايو كوهايا والحال ايو دوادو الالهي هم ايقون في غفلة هالمانش اي كسوغيهين معرضون حالهم كوجيستي وصحيح وي ددك وحوي غفلي كسوغيهين قف اصلاعي حساب كاق ياسو لو برياس سعطا بريدن بات سعطا مجرتو معايري حساب كوا دوادو الالهي هسيه شدتك حساب كود ودواذي غفلة كسوغيهين والحال هم يقون في غفلة هالمانشاء كسوغيهين معرضون حالهم كوجيه استول إلهي لبا حالوي ساس ويمر برك هذا آيادان وحال ليه قاعدة هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب عبرة عام وي ولا بها كسودك وهذا قولدي مشرك العرب أو منكر البحث هاي أيئي هذي هسيه شا آيادا إنك صوت سبب تيادو هاي ردي اللي ردينا يكفار مكو عبرة عام ليه مروا البيسة ستاقد ووحي كجيه سين مركاسي حساب إنه يؤديار قروبان أو إيمان يضاع إلي مادان إلهي وحول سبحانه وتعالى هدنا ما يأتيهم إيمان مايو من ذكر ذكر هو إيمان مايو من ربهم حق رب وضع هو إيمان مايو ذكر يسوه محدث لسود رسينا وقران كوي إلا أو إيمان استمعوه ويدغيسان أيان والحال هم أيقون يلعبون أي عيار أيان قران كاس ميش إيكا تاقيهين أي إلهي سبحانه وتعالى نوشيق أيان إلهي وحول سبحانه وتعالى ما يأتيهم أو إيمان مايو من ذكر ذكر ذكرها هو قرآن من ربهم حق رب قوضة إيمان مايو ذكرها سوء محدث لسوء درسين معناه هو حوية قرآن كان مرك الله المحفوظ لك كاني أو مركز الله كاني بيت العزة لك كاني وحوية شيئا فشيئا دوري الله واتنسانو أيا رسولك الوسود جناي على حسب الوقاع محدث مركز سوكي إلا استمعوه ويدقي سنية هذا مركز ذكرها محدث كأه ما هن قرآن كنون مخلوق يهي سيدا مارتيا بدعادي معتزلة دهيد أي أفهمينو كلمة محدث كان وحاوية شيء وحاوة مركاسي شيئا فشيئا أيا قرآن كان لو كيناوي إلا أي مركاسي وحاوية أو إيمادو استمعوه وي لقيسانا يعني هرتا لقو هذا واكو دعا هذا قرآن كان عدو سنكت إذا كدعي المجر والحال هما يقون يلعبون إسكع يارا يعني معناه وحاوية وي جيس جيسا يعني قرآن كعدو البواق جارا وينا مقشا لكن عمل فلك بالو باهي ضدك قرآن كو جارا يو مثل مركز نعم كعمل فلين وضد جيس جيسا يوي ساسا مركز للي لا هي تنود إلهي حال أي تاتي خالئة أما غافلات أغلوبهم لابطوض مركة قرآن كهذا يمغلايان أو إسكع ياريان قلبي وضو غافل وي واركيس هذا ميشان قرآن ما الأخرين يا قرآن ما الأفسير يا ضد بدنو حذر كيسا ميشا يا عاي أما الشقة كوهيستا إسكشة كيسا يعني إسكا قيلها يو وهو أنك ساس لقو جرقسيه مركة هذا وعال ربا ضد كلفتر كوض ميشا سوحق جيها إنا إمارة يا
meel dadku dad quraanka ixtiraamayo dhageysanay inay yihiin araba aadaabta quraanka markaan ka soo hadlay jirnay suuratul baqara ka hor waxa weeye dadka sidaasa inaan quraanka waxba la dhageysiin waay taa quraanka bay dayacayaan macnaa waxa weeye quraanka waa lagu dul akhrinaya hadii lagu dul akhriyo way dhageysanayaan ayagoo jeesaysaaya quluubtooda ay qaafil ka tahay macnihiisa simaaca tadaburin inay fikfikiraan u dhageysamaayaan inay aqbalaan marka meeshaan waxay leeyihiin culimada mufasiriinta wa kullu aayati waladat fil kufari تجر بذيلها على عصات الأمة آيات كسوة قالت كسوة دكتة وحيد دابده كجيدة أمدها الأمة محمد كوة عصات ديلا آيات دار مركة تحذيرا كجيدة دكتين وحالو ديغايا لما يسمع القرآن قف قرآن كدقي سنة في حال الله أسقو دي ديلا وإسكع يارا وأقبعهم وحاسا كسيح مالي دي ما يضرب سماعه قف قرآن كدقي سيسا كفر حايا حيث اجتماله على الأنغام المعروفة أسقو مركاسي وحاوية قرآنك أغرها حيسانية قبيالك أو كالنتوض عمل محالا غيابا قف أحسن صوت مركا وحرايو وفا لغيابا إنو كرها حيسا صوت كاس مجرد كيس لا من حيث بلاغتي ما بلاغديس إيا مواعديس إيا أحكامتي سما إيا قرآن كانوا إلهي أكتسين وكيم دي فإنا لله وإنا يرهاجعون عرفة الحماوي وانا بضانتا عرين تاسو هذه هذه أبضانتا دادك سيداس داد وحيابا إسكاد لغيسا جيرو قرآن كيو أذكارتي إيو مركاسي وحاوي جدب أي قادة يسو وحاوي صوت كاس اسكرا عايوي صوت كمجرد كيسا وي تاسو حاوي جدب شيدانية وي شيدان واي وعالها وحا تدبر إيه فكر أو كهلي إنه كجد بوضال هواقف وأسروا وحي سريسين أول إلهي أن جواء شور أي سريسين الذين كوي ظلموا ظلم غفلي أي شور سريستي وحين يرادين هل هذا كان ميهي محمد إلا بشر بشر مويان أو مثلكم أو مثلك إذنك مثل كينا أفتأتون السحر سحر كميات أتقيسين والحال أنتم إذنكم تبصرون هذا الكيسين مركال كاسون ويجيغا ينوك سوى الله غبض وانا عيادة 16 كين انتسوك إجيه والله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.